بين جنبات أروقة وغرف قصر رياس البحر العريق، تحط القصبة رحالها هذه الأيام لتنزل ضيفة عبر معرض للتحف التقليدية، وتحمل من يزور المكان في جولة ساحرة بين أزقة المدينة العتيقة. اليوم عندنا تظاهرة خاصة بيوم القصبة، خصصنا 10 أيام من أجل عرض أهم الصناعات والحرف التقليدية الخاصة بمدينة الجزائر، مثل الأواني النحاسية، مثل الصابون، مثل الألبسة التقليدية إلى غير ذلك، من أجل تشجيع هذه الطاقات الشابة التي ما زالت تمارس هذه الحرف التي هي في طريق في طريق الاندثار. من حايك المرمى وتشونغاي، القويط ومنسوجات الشبيكة العاصمية، وصولا إلى السني وأواني النحاس، يسافر الحرفيون بزوار القصر إلى أصالة الزمن الجميل. هنا عندنا ملابس تقليدية، عندنا الكراكو، عندنا الحايك، عندنا تاني حايك مرمى، عندنا تشونغاي تاني. تما هاد الملابس وهاد الأواني لازم يقعدوا، ولازم الشباب تاعنا يحافظوا عليه. هنا راني مشارك كل ما يتعلق بالتحف القديمة، مثل النحاس، الأواني المنزلية القديمة، لي طابي هادو الزرابي الاخر التقليديه، تمثل التراث والتقاليد والالبسه التقليديه تاع الجزائر العاصمه، خاصه منطقه القصبه. جيت في هذا المعرض باش نمثل اللباس التقليدي الخاص بالسكان القصبه، ومتمثل في مثلا في قويط ولا بدرون ولا سروال الشلقه. هنا معروفين بالحايك مرمى ويتبعوا العجار، وهذا الحايك مرمى مصنوع انا بيرسونيل ما نخدمه بالشبيكه. المعرض الذي يدوم ل10 أيام ينظم على هامش برنامج القصبة معالم وحرف، الذي يحتضنه القصر احتفاء بيوم القصبة العتيقه.